بأن يعيدوا النظر في هذه المسائل. تعلمون أن ابن تيمية يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق من عدم؟ ابن تيمية يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هناك مادة يخلق منها، مادة يقال لها، سماها الفلاسفة الهيولة، وهو يقول قدرة الله لا تتسلط على الخلق من العدم، وإنما يخلق الله من الوجود فقط، تغيير من مادة لمادة. الذي يغوص في كلام ابن تيمية كلام خطير جدا جدا. والعجيب أننا بعد هذا يأتي إنسان ويقول أنه من أئمة أهل السنة والجماعة. أي إمامة؟ أي إمامة؟ نحن لا نعرف أحدا من أئمتنا يجعلون ابن تيمية إماما من أهل السنة والجماعة. هو إمام للكرامية، للحشوية، هو إمام عندهم، لكن ليس إماما لأهل السنة والجماعة. سيدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، هذا لا يهمنا يا أيها الإخوة. والله أنا أحب لكل نفس أن تدخل الجنة، ولكن الله سبحانه وتعالى سبق قضاؤه وقدره بأن تكون الجنة موئلا للمؤمنين وأن تكون النار موئلا للكافرين. لكن على كل الأحوال، هذا الذي يريد أن يجعل ابن تيمية إماما يراجع نفسه ولينظر في أقواله. هذه الأقوال الخطيرة مفزعة. هو يواجه أئمتنا لأنهم قالوا كذا وكذا، وهي مسائل في الحقيقة مسائل فرعية تقبل النظر والاجتهاد، لكن هذه مسائل أصولية الإنسان فيها يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله.